السلام عليكم مشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بصحه وعافيه يا ربي. اليوم غادي نتكلموا على كوب المكناس بعد ما تم الصلح ديالهم، وكما تنقولوا رجعت المياه لمجاريها. ولكن المشكل فين كاين؟ الصلح تنشوفوا الزوجين رجعوا لبعضياتهم، ولكن للاسف الوالدين ما كاينينش. صلح بدون والدين كيبان ناقص من البدايه، وكيبان بانه مره اخرى غادي يوقعوا مشاكل في هذه الاسره بسبب الوالدين ديال الزوج. لان كوب المكناس كيف ما بين لنا مشى عند الام ديالو وخرجات بواحد التصريح اللي هو قوي، وكتبان واحد الانسانه اللي كنتمنوا ليها الله يهديها من هذا المنبر هذا على هذيك مرت ولدها. راه كيف ما كان الحال الا طلق هذه راه غيتزوج بوحده اخرى، هو مازال متشبت بهذه الانسانه بعد ما مروا كاع هذه المشاكل. كنشوفوا هاد الناس مكتاب ليهم يبقاو مع بعضياتهم، كون كان مكتاب ليهم الفراق ولو غير مشكل بسط من هذا كان غادي يكونوا تفارقوا. ولكن ربي هو اللي مكتب لهاد الناس يبقاو مجموعين رغم الضغوطات، رغم المشاكل، رغم ان الوالدين رافضين العروسه ديال ولدهم تماما، ما بغاوش يردوها في الرجعه الاولى ورجعات وما كملش الله وتفارقوا، وها هي الرجعه الثانيه حتى هي ما موافقينش عليها وما قابلينهاش. ورغم ذلك ولدهم مقصح راسو وقال لهم هاد السيده هي اللي منها نموت منها نعيش منها الخلاق. للاسف شفناه دابا رجع عند فاطمه الزهراء وقال اخيرا تم الصلح وبانت لنا هي جالسه وهو جالس، ولكن باش يكونوا كما تنقولوا فرحانين ومتراضين بان لنا داكشي ما كاينش، باش تبان لنا هي مقتنعه 100% باغاه وراضيه على الوضع، بانت لنا ما راضياش. بان لنا حتى هو كما تنقولوا باغي يدير اي حاجه باش هي تنسى، ولكن هي مازال كتجبد وتتذكر تقول لي انت درتي فيا ودرتي فيا ودرتي فيا. كيبان لي غير البدايه ديال الصلح وهما مازال كيتذكروا مشاكلهم وهي كتجبدهم، وهو غير ضاغط على نفسه قدام الكاميرا باش ما ينوضش الفجر ويقول لي انت السبب ولا جدرتي ولا جدرتي، غير حابس نفسه. كيبان لي هذا الصلح مره اخرى غادي يكون تاني من وراه قال لي قتليك والديك علاش انا مانيش درت ليهم هما اش داروا ليا. كيف ما قالت فاطمه الزهراء انا مريت بواحد الظروف اللي هي صعيبه ما يمر منها حتى شي انسان، ظروف خايبه، وللاسف ما جاوش والدي عندها وما طلوش عليها وما داوهاش فيها. هو كيطلع وهبط قال انا خلصت عليها كنينيك، انا خلصت عليها المصاريف. دابا بان ليا تاني هذيك الهضره غاديه فاطمه الزهراء تقول لي علاش خرجتي وقلتي بانك خلصتي عليا، علاش كتمنى عليا. دائما هاد الزوج هادو غادي يبقاو يذكروا بعضياتهم بان انت مصلحه فيك وانا مصلحه فيا، انت باغي دير بيا فيديو وانا باغي ندير بيك فيديو. كنتمنوا ليهم الا كانوا مازال كما تنقولوا الخير الامام، كنتمنى يكونوا عقل من هادشي اللي كنشوفوا دابا ويكونوا ذكى من هادشي اللي كنشوفوا دابا. راه كيبان لينا مازال القلوب ما صفاتش، واخا كاين الصلح والديها مازال باغي الراجل ديال بنتهم، متشبتين به تيقنعهم بانه باغي بنتهم. ولكن للاسف كنشوفوا هاد الزوج هادو مازال قلوبهم كما تنقولوا عامره على بعضياتهم. هو عنده ما يتقال ولكن زامط نفسه غير باش ما يبينش بانه هو باغي يتصالح وباغي يجبد داكشي اللي واقع. هي قالت بانها ما غاديش تنسى داكشي اللي دار فيها وتخلى عليها بين ليلة ونهار بعد ما كان يقول لها انت هي الحياة ديالي، انت غادي ندير على قبلك غندير على قبلك. قالت واحد السبب اللي بسيط كما شفنا المشكل اللي وقع بين فاطمة بين أسامة وسليمة، قالت في داك الظروف وانا حاملة تخلى عليا وما عقلش عليا، يقدر يديرها في اي وقت. مازال متردة، مازال خايفة، مازال كما تنقولوا شاكة بانه غاشي نهار غادي يقدر تاني مرة يقدر يغدر بها. الوالدين ديالو للاسف هما كما تنقولوا اللي غيلموا الشمل واللي غادي دائما الى تخاصموا هاد الزوج هادو غادي يخيطوا بخيط ابيض، حتى هما دائما ما باغينش هاد العروسه رافضينها. كيف ما قال ملي كنديها عندهم كينخلوها ما كيديوهاش فيها، كيعاملوا واحد المعامله سيئه. للاسف هادشي مازال كنعيشوه في العجوزه المغربيه او الحماه المغربيه. علاش كتصرفي مع مرت ولدك بهذه الطريقه؟ ديريها حتى هي بنتك، ديري هذيك البنت الناس كما تنقولوا راها ماشي جايه عندك زعما شيطه على والديها. ضروري كل كما تنقولوا كل وحده عندها ولد وباغا تزوجو وتفرحو ضروري
غادي تنقص من ديك الحده ديالها، وحنا عارفين العيالات ديال بكري. واخا بانت لينا هاد العجوزه ديال فاطمه الزهراء راه ماشي شي عجوزه كبيره زعما من القدامات بزاف، راه بانت لينا باقا شويه صغيره وزعما تقدر تعايش مع هاد الجيل وتتفاهم معاه، ولكن للاسف بانت لينا عاصيه في القرارات ديالها. وكيف ما كان الحال هذيك فاطمه الزهراء راه مرت ولدك، ولادها غيقولوا لك جده، وكيفاش هما غيرجعوا لبعضياتهم وهما من البدايه مقاطعه مع عدوستها ومع شيخها؟ الله يحفظ، وقعت لهم شي حاجه ضروري خاصها تمشي عندهم، وقعت لولدهم شي حاجه ضروري غيجيو عنده. ما عرفتش هاد الزواج كيفاش، والقطيعه بين الوالدين، وكيف ما شفناها العجوزه مازال عروستها بانت لينا متنازله وباغا تصالح وباغا كما تنقولوا ما باغاش العداوه، ولكن للاسف كنشوفوا العجوزه هي اللي مقصحه راسها وهي اللي رافضه الصلح مع مرت ولدها ومع ناس ولدها. مازال ناس ولدها نساب ماشي مشكل، حنا عارفين هما قالوا عندنا قرابه عائليه، ولكن دابا دائما القرابه العائليه ما كينجحش للزواج، دائما كيفشل. هذا هو كما تنقولوا المشكل فين كاين، الواحد كيما لقى يبعد من الاسره ديال العائله ويتزوج من بعيد كان احسن وافضل، حيت دائما القرب كيوقعوا مشاكل، كيوقعوا بحال هكا مشادات. قال لي قلت ليك علاش ما مشيتوش، كما شفنا قال الزوج ديال فاطمه الزهراء ان المشكل اللي فارقهم دابا سبب بسيط وبسيط بزاف، علاش واقع الدحسه كامله. ودابا زاد الطين بله بعد ما فاطمه الزهراء تعرضت لهذا المشكل ديال النزيف والسبيطار والانعاش وما خلى موقع ليها. للاسف ما جاوش عندها، ما سولوش فيها، ما قالوش ليها على سلامتك ولو غير في التليفون. هذا الشيء كيزيد يعقد العائله. واخا غادي ترجع فاطمه الزهراء غادي تدوز واحد السيمانه كما تنقولوا ديال الهدوء، وغادي تقول ليه علاش والديك ما جاوش، علاش والديك دارو، غيبغي هو يمشي عند والديه يزورهم، غتقول ليه علاش غتمشي هما ما تيبغيونيش، علاش غتقدى ليهم، علاش. ضروري هاد المشاكل غيكونوا، ضروري غيكونوا. داكشي علاش كنتمناو يصفيو من البدايه، عادي يكون الرجوع وتكون الفرحه كما تنقولوا مجموعه وتكون الفرحه مكموله. هادشي اللي كنتمناو لهاد الزوج هادو، بما ان ربي كاتب ليهم يبقاو مع بعضياتهم وهما متشبتين بعضياتهم، كنقولوا لهم الله يكمل عليكم بالخير. نداء للعجوزه ديال فاطمه الزهراء، دير عقلها، كما تنقول الزواج راه قسمه ونصيب. هاد الولد عندك ماشي غادي يدير شي حاجه حرام، غادي يتزوج غير بواحد بنت الناس، كيبغيها لاصق عليها، طيبي لي خاطرو، انتي ما غاديش يعيش معاك كلمه طيبه ونسايهم، ما غتبقايش مدخله حياه ديما راسك وسط المشاكل ديالهم. هذا هو النداء ديالي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.